مين؟ دي زائد. يبقى هي حضرتك كده عدد مين؟ صحيح. لو قلت صحيح موجب، لو قلت صحيح ايه؟ سالب، احنا ممكن نقدم اهو. سالب 2 وصلنا 10. في اي عدد في الدنيا بدخله في الداله مش اللاميه، ده عدد القطع ده يطلع عدد مين؟ صحيح. شكله ايه؟ يبقى العدد ده اكبر من الاثنين الاكبر من او يساوي ايه؟ واقل من مين؟ من زائد واحد. تمام كده؟ اي عدد لو لما ده 1 من 10 بقى السؤال يطلع بكام؟ ده 1 من 10 اكبر من مين ومين؟ 1 و2 من 3 1 من 10 ولا 3 1 من 10 رجعوا 3 و4 3 و4 3 و4 الاربعه 1 من 10 تبقى 3 و4. انا مبدئيا كده انا قلت اطلع عدد صحيح ما اسمحش وجودي 3 و4 يبقى 3 اكبر من او يساوي 3 اقل من 3 واكبر من 2 ممتاز. ازاي؟ ماشي ما حدش انا هدخل عدد طلع عدد مين؟ صحيح. ده كان سؤال في الاول اهو عشان ايه؟ تعال نشوف بقى المثال التاني. لو انا عندي اف اكس بالسهم ومقياس اكس البس قابليه الداله للتفاضل البس تاني ده سؤال دكتور هو بيدي الداله للتفاضل عند الداله اكس بتساوي صفر. البس قابليه الداله للتفاضل عند اكس بتساوي صفر. قبل ما ادرس وادوخ نفسي ان اف اوف اكس ده ايه؟ بتساوي مين؟ مقياس اكس شكلها ايه؟ عباره عن اكس لو الاكس اكبر من اكس هو الصفر سالب اكس لو الاكس اكبر من الصفر. انا حليت انا رحت انا حليت بس انا حكيت انا بالنسبه لي خلصت حالي حل. حل. يا دكتور ده هتريحنا لما اجي اقول لك ايه؟ هل الاف عايزين تكتب موجه هتبقى حاجه كده بالنسبه لاكس ممكن تكتب في ده عشان تبقى شرحها موجه عايز وعايز تكتب مين؟ بس عند مين بقى؟ اكس اكس بس عند مين؟ صفر. اللي هيساوي ليميت اما الاكس كل الصفر ايه؟ موجه لمين؟ على طول اف اوف اكس عند الصفر الموجب اف اوف اكس بكام؟ اكس ناقص صوت الداله عند الصفر باكس بمين؟ اكس ده صفر على طول صوت الداله عند اكس بكام؟ اكس صوت الداله عند اكس بكام؟ باكس ودي اكس بكام؟ صفر لا 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 احنا صوت الداله أما الإكس تقترب من الصفر الموجود بكام؟ إكس طب صوت الدالة عن الصفر بإكس سالب إكس البوند بإكس وإكس بكام؟ صفر يبقى صوت الدالة بكام؟ صفر. تاني يعني سؤال ينفع أقول إن إف أوف صفر بتساوي إكس فين التعويض؟ فين التعويض كده؟ لا انت عوضتهم؟ لا طب انا عايز تعويض ينفع اقول كنت عوضت صوت الداتا عند عدد باتنين متغير؟ ها؟ والداتا اصلا اسمها اف اوف اكس يبقى خطاب كام؟ اف اوف صفر ده هنا عند يبقى انا في الجزء الاولاني واحط الاكس بكام؟ بصفر يطلع بكام؟ يطلع بصفر على مين؟ اكس ناقص صفر تطلع بكام؟ واحد ليه ما فهمش ليميت اما الاكس بتقترب من الصفر من اليسار فين الجزء بتاع اليسار؟ سالب اكس اهو يبقى سالب اكس ناقص صفر ناقص صفر صفر عشان تطلع من كام صفر على سالب غير متصل ها؟ يبقى النهايه اليمنى عند الصفر بتساوي النهايه اليسرى عند الصفر لا يبقى الداله بتاعت ايه؟ غير قابله للتفاضل عند مين؟ عند الصفر
طب لو انا الداتا بتاعتك كتبناها بشكل تاني، مثال تاني ارفعه اف اوف اكس بتساوي قياس اكس ناقص اي، اكس ناقص مين؟ ناقص مين؟ ناقص مين اللي هيعمل لك مشكلة؟ مين اللي هيعمل لك مشكلة كلها في الدالة؟ ليه؟ يبقى الدالة قابلة للتفاضل في R ما عدا اكس بتساوي ايه؟ يا دكتور بنفس الطريقة دي هتساوي مين؟ اكس ناقص ايه؟ وإكس أكبر من مين؟ صفر. ماشي؟ هنا سالب اكس ناقص زائد ايه؟ في ار ايه بعد في ار؟ قابل للتفاضل في ار تضيف الاعداد الحيويه مع عدد اكس بتساوي ايه؟ عند النقطه ايه؟ ايه؟ تمام؟ يا بخبالي فوق لو عايزك تكتشف اكس اكبر من ايه واكس اكبر من ايه، اللي اكس اكبر من ايه لو اكس اكبر من ايه تطلع موجب ولا سالب؟ مش من حتى نطلع موجب صفر بس ولا صفر اكبر بس هطلع موجب مش محتاج تطلع بكام؟ اكس ناقص ايه مش طالع اكس تطلع ده اكس ناقص ايه مش طالع كده؟ سالب واحد. سالب واحد. شكل فاكر بدأ مشتقين مشتقين مين؟ أي نقطة تانية؟ أي نقطة تانية؟ إيه؟ أقوى من إيه؟ أقل من إيه؟ أقوى من التفاضل. أقوى من التفاضل. طب أنا لو أختمت على الفرق وحطيت إكس يساوي إم إكس ناقص الاكس ده هو بيقول لك ايه اكس ايه على ايه على ايه